السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم غندير معاكم حريرة كتجي مزيونة وغتوليو تعتمدوها خصوصا دابا مع شهر رمضان اللي غادي يجي إن شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة، وخصوصا العيالات اللي خدامات راه بإمكانك ديريها يعني في 15 دقيقة، ما كتاخدش الوقت، خصوصا إلا كان عندك الحمص جاهز أولا كتشري الحمص اللي كيكون طايب نص طيبة. فعلى بداية الله غادي نبداو، غادي نزيد هكا على الطنجرة ديالي ربع كاس ديال زيت الزيتون، غادي نضيف عليها ما يعادل بصلة كاملة كيف كتشوفوا على الشكل هذا. غادي نطلق الغاز ديالي على نار هادئة، غادي نخلي البصلة ديالي غير تطلق شوية كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. هذه غادي نخلي البصله على ما تطلق ليا شويه، غادي نمشي ندوز كيف كتشوفوا هنا عندي مولينكس، وهذه هي السر في هذه الوصفه. عندي هنا خلطه ما بين القزبره والمعدنوس والكرفس كيف كتشوفوا، راه لحتو كما هو يعني بلا ما نتعذب باش نبقى نقطع فيه ونضيع فيه الوقت ديالي. كيف كتشوفوا غنحطوه هكا كامل في مولينكس، كما قلت لكم خلطه ما بين القزبره والمعدنوس والكرافس. غنضيف ليه ما يعادل كاس هكا ديال كاس ديال الماء، وغادي نسد مولينكس ديالي بهذه الطريقه باش تخلط لنا. ملي طحنت القزبره ديالي والمعدنوس هانتي كيف كتشوفوا، غادي نكون خديت 5 ديال المطيشات غسلتهم مزيان بالماء والملحة وقطعتهم قطع صغيره كيف كتشوفوا على هذه الطريقه. هذه كنضيفهم على القزبره والمعدنوس ديالي، وغادي نطحنهم مع القزبره والمعدنوس. شوفوا كنطحن دابا القزبر والمعدنوس ومع الطماطم اللي لحت، شوفوا هذا هو البصله ديالنا من بعد ما خليناها شويه تطرخات. غادي نضيفوا عليه هذا الخليط ديال القزبر والمعدنوس والكرافس وخمسه د الحبات ديال الطماطم مقطوعين. انا بصراحه كنستعمل الطماطم اللي كتكون فريش بهذه الطريقه، هذه كتجيني سهله، ما كنبغيش نجمدها ونحطها في المجمد وكيمشيو المنافع ديالها، فكنفضل هذه الطريقه. هذه كنضيف ما يعادل جبانيه ديال العدس، كنضيف ما يعادل جبانيه ديال الحمص، كنضيف واحد ملعقه كبيره ديال الزنجبيل، نضيف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود على حسب الذوق، ونضيف ملعقة كبيرة ديال القرفة، وغادي نضيف ملعقة كبيرة ديال الكركم أو الخرقوم، وكنخلط العناصر وكنخليه على نار هادئة حتى كتطلع معايا شويه العناصر. ملي غتطلع معايا العناصر تشحر غادي نرجع معاكم باش نحطوا الماء وغنشوفوا الشكل ديال الحريره ديالي. كيف كتشوفوا ملي طلعت معايا العناصر ديال الحريره ديالي، غادي نضيف ما يعادل هكا 3 المعالق ديال الملح والملح على حسب الذوق. من بعد تطلع معاكم الحريره ديالكم فكتزيدوها على حسب الاختيار. فملي طلع معايا هكايا غادي نزيد غنزيد الماء، نضيف الماء على حسب عدد الاشخاص المتواجدين بالبيت، كيف كتشوفوا على الطريقه هذه صافي. وغادي نخلي الطنجره الضغط ديالي وغادي نرجع لكم ملي غادي نضيفوا المكونات المواليه ان شاء الله. كتشوفوا من بعد ما خليت الحريره ديالي تقريبا ربع ساعه ليا 15 دقيقه، غادي نضيف عليها ما يعادل ملعقه كبيره
ديال معجون الطماطم فقط. انا كنضيف بس ملعقه كبيره من معجون الطماطم لان كنحب انا الحريره بالمطيشه اللي كتكون طبيعيه، فكنزيد بس باش تعطيني اللون وصافي. وغادي نرجع ان شاء الله ملي غادي نضيف المكونات الاتيه. فما كتشوفوا ملي ضفت صلصه الطماطم ديالي شفتوا عطاتها لون رائع جدا. دابا غادي نضيفوا واحد الخلطه ديال كاس ديال الدقيق، يا الدقيق الابيض او الدقيق القمح، مع كاس ديال الماء، غنخلطهم مع بعضياتهم وغادي نضيفهم على الحريره ديالي حتى نحصل على المستوى اللي بغيت نوصل ليه، انه ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه. هكا كنضيف حتى كنحصل على القوام اللي بغيت صافي، وكنخليها هكا 5 دقائق وغادي نرجع باش نضيفوا الشعريه ديالنا ونضيفوا البيض. كما كتشوفوا الحريره ديالي، فانتوما الا عندكم الشعريه اولا عندكم غير شويه ديال الروز غادي تضيفوه وغادي تحركوا هكايا وتخليوا المكونات كطيب. بالطريقه هذه من وراها غادي تضيفوا جوج بيضات مع واحد المعلقه ديال الملح وكي غادي نكونوا وصلنا لاخر ديال الطياب ديال الحريره ديالنا ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالي، فانا رافقتها بالتميرات، راه الشكل ديالها راه كيجي رائع كيف كتشوفوا، زينتها بالقزبره او المعدنوس اللي عندكم. فكنتمنى تنال اعجابكم لانه بصراحه مفيده ومكونات جد مفيده. فان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد او زياره مكان جديد، ودمتم في امان الله.